are the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. الدفاع ولا وسط ميدان ولا الهجوم ميز انتهت بالتعادل. اذا الارقام تقول ان ثم اسبقيه لامل حمام سوسه. طويله الكره ترجع من دفاع الملعب التونسي. محمد بن عمار لليمين. الكره مازالت عند الملعب التونسي وسط الميدان. اوبانكو محمد صالح الدربيري. طويله الكره من جهه بكير. بكير ياخذ الكره رقم 20 من جانب الملعب التونسي. تنفذ الكره طويله لباش بكير بالظاهر. معناتها المدرب قاعد يبني في الخدمه نتاعو على وسط ميدان ويلعب في العمق. ماهوش مخلي مروان تاج. هل شفنا زاد مروان تاج مش قاعد يخدم على مناطق ملح من سوسه. وبانك وقو يرجع الى فخر الدين باني. طويله من فخر الدين ديما يعرض الهجوم يعمل الكثافه العدديه في الناحيه. هاو شفناه توا عبد الخالق شفناه. الكرة مع مالك ندلسي اليمين باني. ثم الكرة في وسط الحالة الهجومية للملعب التونسي. صحيح عبد الخالق بكير معروف بالهجمات المرتدة. معناتها احنا رغم انتصار القامة نتاعو معناتها تمتع بفنية عالية وفوز الغزالي. عبد الخالق قلنا نحن اللاعب يصير قامة عند كل كاليتي عنده كاليتي تكنيك. محمد بن عمار ترجع مرة أخرى لفخر الدين باني. فخر الدين باني يتجاوز بكير. فخر الدين باني وبكير يستميت. موسي يخرج يبني الهجمة. يعني اللاعبين حمزة الأحمر في التغطية في اتجاه رياض المهذبي مع حمدي المبروك. والكرة لصالح الملعب التونسي. فخر الدين باني يخرج في التمارين لكن أسامة في الملعب التونسي وجوده معناتها ضروري. وجوده كمؤثر. وجوده عندك قسم حمدي المبروك لفخر الدين باني. فخر الدين باني مرفوع على الكرة في دين كريم العمود. وإلى الكرة في اتجاه رياض المهذبي. قصها أيمن العياري. أيمن العياري لفخر الدين باني. عالية في وسط الميدان. في وسط الميدان فخر الدين باني معه بكير. والمخالفة سوسة. يقصها مرة أخرى حمدي المبروك. ترجع للملعب التونسي. فخر الدين باني عالية الكرة في اتجاه أمير العكروت في حوار مع الشوط الأول. نرقاو العكروت ديما مع أربع مدافعين. تو ولينا نرقاو على كل مدافع نرقاو عليه مهاجم. هنا 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 الطريقة اللي نذكروا بالطريقة اللي تغيرت. رجع من بكير ثم أوبانك وكو من الملعب التونسي في وسط الميدان. أخوها الفخر الدين باني أسامة السلامي. مروان تاج أسامة السلامي لليمين. فخر الدين باني. فخر الدين باني يرفع الكرة فوق المرمى. إذن هذه الإعادة للعملية الأخيرة. كريم العموري رجع الكرة عالية ياخذها فخر الدين باني قبل ما تخرج. فخر الدين باني وبانك وكو. نوعية التمركز نتاعهم كل لاعب. إذا يتمركز بكير على اليمين راهو حمزة يتمركز على اليسار. إذا تمركز بكير على اليسار حمزة يتمركز على اليمين. علاش؟ باش يخلي الفريق المنافس. أنا غلطت هذه معناتها أيضا فنية كبيرة لصالح بكير. الملعب التونسي ارتفاع من فخر الدين باني ثم تسديد من اسامة السلامي. صفر مقابل صفر في المونستير في الوجه رقم 80. يعني عادة مواجهات الاتحاد المونستيري في اسامة السلامي. اسامة السلامي يلعب كرة مع محمد بن عمار. من جديد الكرة عن طريق بوكاري والنيجيري يكون وراهم يعني ماهر الحناشي. بينما كتشوف الملعب التونسي يعني نجم قرين وراهم الحناشي صانع الالعاب اللي يعرف يعمل الكرة اللي يستنى تمريره. امير كامون يرفع الكره عاليه البحث اللاعب يعني قيس مخروم شوف يعني الظهير الايسر للاتحاد المونستيري يصعد يعني ما يتحكم في ويجب الملعب الرده السريعه من الملعب على الفرصه الاخيره للاتحاد المونستيري في يونيو في مباراه على الاتحاد المونستيري. ان شاء الله يعني يتفتون المدرب دراجان كوتش يعني قيمه ثابته قيس مخروم امير كامون قيمه كبيره قيمه غريبه اسبق منه من جديد الكره لل
الملعب التونسي بيدي لو بعد معناها راجع في بلاصه تجيب كوره حتى المكان تجي تعمل حتى تتحرك الملاعب تتحرك اللاعب الحر ولا لاعبي وسط الميدان اللي قاعد يسترجع الكرات يقول الثاني وسط الميدان تجيب على مهمي ملك الاندوسي اخو مكينا وسام السلامي يعني تغيير لاعب وسط ميدان اللاعب وسط وسام السلامي وكذلك سيد بخاري وكذلك اللاعب سليم الزير لكن تدخل من مدافع على الملعب التونسي فرصه سكبونا وجه لوجه وكان تالق فيها حارس الملعب التونسي بالدين المحويجي ما شفنا الى لحد الان ضغط صحيح موجود ممكن نسبه امتلاك الكره تصدي لها حارس الملعب التونسي طبعا هذا له هجوم هذا له هجوم مروان تيز العرقله من امين كمون العرقله من امين كي الاعاده لاعب فخر الدين باني الظهير الايمن الملعب التونسي يسقط مخالفة يعني في النجم السياحي ما لعبش برشا بصراحة ممكن أثرت عليه بدنيين لكن بدأ مع الملعب التونسي وبدأ يتحسن نوعا ما كبيرة بداية طيبة لهاللاعب هذا في أول مقابلة وفي أول معناها مشاركة يسجل هدف صحيح يمكن انتصر في مقابل هزيمة الترجي في هزيمة كما حكى المدرب خالد السيسي هزيمة طيبة الإيطالية والإيطالية والألمانية والفرنسية يعني شهر ماي تويوفا كل شيء أحسن من الأمور بعد تبدأ التحضيرات يعني ما كانش مندفع ما كانش هذا كان فريشير فيجي كما شاف في تحدث من السيري مرة أخرى يحاول يتوغل يحاول يمر لكن موجود فخر الدين باني ومعاه مروان تيش أو هو حسام الحاج مروان تيش اللي عنده الكرة مرة أخرى فخر الدين باني يعني لاعبي النادي الرياضي البنزرتي ما فماش برشا حلول شوف الكرة والنظر التكتيكي باش يطبق الخطة التكتيكية والأسلوب نتاع اللعب والعمليات التكتيكية سنوات طويلة خصوصا تتويج بالبطولة مارسيلك وسيم قصدك على كلامك نادر فخر الدين باني يعمل الأوفر لكن بعيد على مجدي المصري كل مأمن وقادر أنه يعمل برمجة وينتدب اللاعبين اللي لازم تنشيدوا في برشا يعني حوارات ثنائية مقطوع الكرة من فخر الدين باني يتكلم هذه هي ميزة الفرق الكبرى وموجودة الحلول السيابية في هذا الموسم قلت يعني عنده برشا أهداف وزوز هدافين نور حضرية وأحمد محمود الزوي تمشي الكرة هذا مروان تيجا هو فخر الدين باني يعمل الأوفر الكرة للسيابية في منطقة وسط الميدان نور حضرية الوان تو بين وبين مجدي المصراتي فخر الدين باني تدرج بالكرة سليم الواسي يبحث عن التمرير يلقى الحل مع اللاعب فخر الدين باني والصعود الاول لفخر الدين باني في هذا عن طريق الهجمات السريعه في كره طويله في اتجاه السبيتي او في اتجاه مروان تاج اللي قاعد ما زالت مفقوده الى حد الان لكن دائما نقولوا انه النسق ارتفع النسق كان افضل وتحس ان الفخ ما زال مسلط عزيز فرق ان الملعب التونسي بلا السيابي ما يعملش الكنترول لكن من حسن حظه فخر الدين بورتو معاه فخر الدين باني يحاول يربح الثواني يربح الوقت يقتل الكرة نور حضرية بلغة الكرة يوزع لكن موجود فخر الدين باني وموجود وحسين شوية حل هجومي لخالد بن سيسي يوسف امبيجي والرقابة من فخر الدين باني صاحب قلت مش كل هي حرجة بالنسبة للنادي البنزرتي ولذا ما عادش ثم ثلاثة في المحور ثم النادي البنزرتي يلعب في نقطة عددي ويجب يستحفظ على نتيجة المقابلة بالنسبة ليه والملعب التونسي بيزوز رؤوس حربة حاليا تقريبا كان ناجح أمام أحمد محمود الزوي فخر الدين باني كورت وطويلة يستقبلها اللاعب رقم 14 حمزة أو هو 13 حسين الحاجة مبروك فخر الدين باني محمد عيد مهبي على كل 25 نقطة مركز 10 عديدة هي الإشكاليات صلب البقلاوة فخر الدين باني مرر شوق لقاء قمة لمن سيكون الانتصار للبنزرتي أو للستاد ليزيان على كل هذا المبروك أمام المهاجم هيزيكال المهاجم الوحيد في تشكيلة النادي الإفريقي في غياب زهير الذوادي وكذلك الليبي ربيع تحرك صحيح هيزيكال في آخر الجولات الأخيرة قلت النادي الإفريقي في المرتبة 66 نقطة نقص مباراة ضد القوافر هذه بقفصة بينما الملعب التونسي 21 نقطة في 21 مباراة بمعدل نقطة من مسيرة هذه نقطة تكتيكية مهمة خلت النادي الإفريقي يغير من أسلوب اللعب ولا يلعب لعب مباشر أيوه يغيب فيها الرهان يعني إن شاء الله يعني كل مباراة تعود فيها رهان على الأقل نشوف فيها هدف نشوف مستوى يعني يليق بالفرق اللي تشارك نخاف يعني وهذه ثالث مخاطرة إذا كان في نصف ملعب الملعب التونسي كل ملعب التونسي يلعب مدافع حتى مهاجم في مناطق الملعب التونسي من النادي الإفريقي كلهم كلهم يعني معنويا كل الامور باهيه كي الفريق يكمل فتره اولى متقدم هدف رقم 5-0 تبع هذا الهجوم هذا الهجوم محمد بن عمار مراوغه جسديه تسديد الملعب التونسي قاعد يقدم في اداء كبير الاداء نتاعو قاعد يطور من قبل المقابله
25 أميرة العكروت مهاجم الملعب التونسي ياخذ مكان بن عمار في محور الهجوم. اذا الملعب على 3-3 هي نفسها باقي ما تغير حتى شيء. كان الكره يقصها المدافع نعيمه بن احمد، كان التوزيع عبد المجد المصراتي لامير العكروت. امير العكروت لاعب سابق في النادي الافريقي. عبد اسامه السلامي بدل الكره على اليمين، فخر الدين باني على الجهه اليمنى. تعدى التوزيع، التوزيع فخر الدين باني ضد قوم في قفصه يلعبها ان شاء الله نهار الخميس 14 جوان في قفصه. كذلك الملعب نتاعو وعن طريق الهجمات المرتده او الهجمات السريعه يحاول انه بما لا يسجل هدف ثاني باش يمنع عن الهجمه المقابله. وقع على نهايه المباراه، مباراه الملعب التونسي ومونديال. شبان الفريق قاعده تقلق، قاعده تقدم في الاضافه في هذه المباراه تدخيل زياده نعيمه بن احمد وحمد العقبي. لما عدد مراكز اللاعب اللي يدخل مركز وحيد يكفي ان النجم التالي رغم انه كانت تسلل، لكن الطريف انه حاليا في يعني هدف على بعض الهواوات ان شاء الله كما قلت يتحسن مستوى اللعب في هذه المباراه. حب انه بن عمار يعمل له يطلب له الكره في ظهر دفاع النادي الصفاقسي، لكن هو ما طلبش الكره. المفروض انه اللاعب اللي عنده الكره التزامات فرقنا في المسابقات الافريقيه. الترجي في الشامبيونز ليج الشوط الاول متعادل 0-0 في هراري امام دينامو سان زيمبابوي بعد ما انتصر في مباراه الذهاب 6-1. النجم امس يعني ترشح لدور المجموعتين بعد ما انهزم يعني قلت 13 مره انتصر النادي الصفاقسي على الملعب التونسي في تونس. هذه كره مروان، هذه كره ماهر الحديد على الجهه اليسرى، ماهر الحديد امام مدافع فخر الدين اباري لكن يقص سيل واسبق منه ومن جديد الكره ماهر. في التاجي هذه المقابله الموسم القادم انتداب لليبري جاي يحس ان الترجي قاعد يخطط على المستوى البعيد. تفعل الهجوم يقصها علي معلول، يقصها علي معلول كره مثل المصري، فرصه خطيره للملعب التونسي في هذه الفتره الثانيه على هدف التعادل في هذه المباراه. يرفع الكره خاصه فخر الدين بالي، فخر المدافعين النادي الصفاقسي ما يبقاش الحضور. ترجع الكرة الظهير الايمن فخر الدين باني العرقله من ماهر مخالفه للملعب التونسي. بعد السؤال عن الاعاده حاولنا نحكم على اللقطات نتاع التدخلات ولا في العمق يطلق الكرة على الاطراف يقوم بمجهود بدني كبير. هذاك علاش دائما في الربع ساعه الاخير يخلي مكان لدونيزيو يدخل عنده يعني انتعاش البدنيه. دونيزيو يولي الفريق وقته يلعب على هجمات في حين ان الاسبرتي قاعد يلعب الكرة على التلفزه الوطنيه. ونعتذر على الخلل اللي خلانا نبداو المباراه بلعب تونسي. ديباني ملعب تونسي جاسمين لكن الدفاع على جريده حاضر حول الترويج. سامي سلامي ديباني على الريوان يخوي الكره فما ديباني على محمد خليل مروان بن عمر. مروان بن عمر، مروان بن عمر طيب العمليه لكن سوء تفاهم مع احمد الحمادي والتونسي. لكن مقطوع المحاولات تتكرر وتتعاود في تشكيلة الملعب التونسي. لسعد الجزيري يحاول يمر من فخر الدين باني الكورة وقطع المسافة ذيك الكل، لكن اللي لعبوها اللاعبين نجم الساحلي لعبوا وسط الميدان هو الريدو اللي قدام الدفاع مش موجود. نشوفوا اللاعب يجيك من وسط الميدان ويشق حتى يوصل ل 18 متر ويمرر هنا، لكن الكنترول غايب. كواكو أوبان يقطع الكرة، فخر الدين باني مباشرة مقطوعة من رضوان الفالحي. مرة أخرى لسعد الجزيري سبب يعني التأثير نتاعه يولي محدود، يولي يلعب كورة نقود طموح. هنا نشوفوا لاعبين نجم الساحلي معناها في خمسة دقائق معناها يعطيو كور تقريبا خمسة ستة كور. إلى أي تمريرات النجم الساحلي وإلى أي التركيز بالنسبة للاعبية الملعب التونسي وعملية حمد المبروك. خلي فخر الدين باني كالعادة يعني أخرى أسامة السلامي وراء كل العمليات للملعب التونسي. جيد جدا التريوم اللي صار بين أسامة محمد الصديقي فخر الدين باني. التمرير ما يمرش كان موجود رضوان الفلحي مر لمحمد الصديقي. المخالفة هل هي موجودة أم لا؟ يركز محمد الصديقي يجيب الاختار على دفاع النجم الساحلي.
يعني الايمن من العيد يعمل الكوبر لكن موجود فخر الدين باني هيك النار على لازم كل كوره ما نجي عند سواء ملعب التونسي ونجم الرياضي يحلي كنترول شيء فاز ما تكسر فاز تعود على جبنون باش يقعد يتمركز في المكان كيما نعرفوا اللي وحده كرف ارسل اذا كان باش يقعد يلقى روحه جاي من خلف فيديو يراجع للدفاع باش يلقى روحه مجبور باش يعمل ستاك فار كارير ممكن تكون مصاب عادل الشيد لاسعد الجزيري يحاول يمر برقابه فخر الدين باني يرجع ويقطع الكره لكن فما خطا حسب مع تدخل فخر يتدخل على فخر الدين باني نمجد الشودي لاسعد الجزيري يعاود ياخذ الكره بعد ما وصلت من عادل الشيدي لكن يرجع ليه فخر الدين باني بكل صراحه يعني حميمي لاسعد حارس الاثنين كانوا في تشكيلة الملعب التونسي داخل المنصوري في تنفيذ المخالفة الكرة طويلة كالعادة البحر داخل المنصوري لكن يقطع الكرة دفاع البقلاوة رياض الخلاعي موجود يلقى الحل مع مروان الخلفي يعمل الكنترول يجي ليبري جيد العمل الهجومي وجيد مبدأ الأمانة والسلامة مقطوعة من أبو بكر تومبادو جيد جدا اللاعب رقم 5 في تشكيل كريم الكوسي اللاعب رقم 28 في تشكيلة الملعب أمن يتحول إلى جماهير موجودة على أسطح المنازل اسكي معنا ترجع الكرة إلى هشام الجبيري يوزع لكن موجود فخر الدين باني بطء كبير في عكس الهجمات المستقبل الرياضي بالمرسى توزيعة طويلة وبعيدة يتلقاها ويستقبلها لاعب رقم 13 وبان كواكو التماس ما يخليش الكرة تخرج دي دي ليبري يتسرع في خرج يوصل يدويت مروان الخلفي معاه مارسيل الكواسي موجود فخر الدين باني محمد المرتيني محمد المرتيني جيد المرور فاخر المنصوري مروان الخلف يطلب الكرة فاخر الدين باني فاخر الدين باني فاخر الدين باني يعمل الكرة مع فاخر المنصوري يجي ليبري مع فاخر الدين باني يوسع الكرة ويتدخل فاخر المنصوري يقطع الكرة يستقبلها يجي ليبري مروان الخلف دوره يمرر الى تحت يلا وكيلي هذا عبد الكريم هو فخر الدين باني من لاعب الغناويه يمرر الى هشام الجبالي سدد لكن كورتو يعني دون عنوانه كانت تباغت ملعب التونسي المعاكسه تنطلق وسط كواسي لفخر الدين باني مجد المصطلح يطلق الكره تمشي لاثاره الحارس معز بن شريفيه ترجع من دفاع الترجي تبقى الملعب التونسي التصويب ممتازه من احتفاظ اكيد بالانتصار الاني وضمان بهجمه معاكسه لفريق الملعب التونسي على الجهه اليمنى فخر الدين باني الجهه اليسرى خليل شمام لتنفيذ التماس كريم العوادي فباش مخالفه في تقدير نصرالله الجوادي كره الملعب التونسي 55 رفعت كره من حمدي المغلوب في اواخر الفتره الاولى هذه المره تصويبه مروان تاج وضعية جيدة لمروان تاج اللي عليه مذيع الملعب التونسي فرصة تسديد الفارق وتاج كان أخطأ المرمى التسديد بتاعه ما كانتش كواسي مجدي المصراتي تدخل من خالد القربي والتدخل الثاني من خليل شمام يعضع كرة في التماس وما إصابة لمجدي المصراتي بعد تدخل يقطع عليها يوسف مساكي يعود لخليل شمام ثنائي يسجل أهداف الترجي حتى الآن يانيك نيونج ما سجلش لكنه كان خلف جزء أهداف يعني. التونسي منظم الانتشار نتاعو محكم لاعبين موجودين في الدفاع لكن بدون فاعلية تذكر شاهدنا هذه هجمة الملعب التونسي دخل المنطقة التصويبة التصويبة من حمدي المبروك مرحلة الذهاب باعتبار هزيمة النادي الرياضي البنزرت يوم الأمس ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب 15 أكتوبر التالي قاعد يسعد يعني في التفوق العددي على الجهة اليمنى إلى جانب أبو عزي كيف خليل شمام قاعد يسعد إلى جانب نفسه في ملعب التونسي تعطي الإضافة أكثر حتى من المحترفين إدريسا كوليبالي ما تخلطش كورتو محمد علي سلامة تفتك مرة أولى وتبقى